يلا ايدينا لفوق وين الزحفة على العين مع احلى عباد هوانا. احلى عالم زحفة لبنان. اهلا بكارلوس. اهلا فيك، نورت فلوريدا. ما لحقنا نشتاق لك امبارح، كنا ببونتا كانا، لحقناك على فلوريدا حبيبي. ما شاء الله عنه، يعني شو بدي اخبركم، يمكن كثير منكم تابعوا بالصوره قديش محب وبينحب، وقديش دينامو، وقديش وجوده بينشر السعاده مش بس للجمهور، انما قليل ما تلاقوا فنان زملائه بيحبوه والناس بتحبه، يعني هيدي نعمه من عند الله. طبعا طبعا طبعا، اهم شيء محبه الناس و كمان محبة الزملاء الفنانين الأساتذة الكبار النجوم، كانوا كلهم عم يتبادلوا معنا نفس التعامل والمحبة، وانبسطنا قضينا أيام حلوة. أكيد. قبل ما نحكي شو عم نعمل بفلوريدا، خلينا نصفي حسابات القديمة واللي بعدنا عايشينها، وفعلا لما رحنا كلنا والناس قالوا قلبنا تركناه هناك. قديش هالبونتا كانا بدورتها الرابعة ما شاء الله سنة على سنة اسمها عم بيكبر، وانت اعطينا تقييم للي صار. يعني انا مثل ما بيقولوا شهادتي شوي مجروحه، لانه انا صرت من عائله البلومار تقريبا. هالتعامل الكبير اللي عم نتعاملوا معهم مش بس ببونتا كانا، انا صرت تقريبا من العائله، يعني انا شهادتي مجروحه. بس اليوم عم بسمع كثير على السوشيال ميديا صبايا شباب كانوا مبسوطين كثير بالتنظيم، انه فيري بروفيشنال، كان كل شيء منظم على الوقت، طلعت الفنانين كل فنان اخذ حقه، ما صار تأخير، ما صار فيه، لا الحمد لله. وكواليتي الناس، الكراود كان مرتب، ما صار مشاكل، ما حدا زعج حدا. وبيشددوا على انه يكون في كابلز. ما لا رائع يعني. صح. الله يوفقهم يا رب، ان شاء الله بضلهم مستمرين، تنضل مستمرين معهم. نعم. وانا اكيد الاعداد سنة الماضية حتضاعف، لانه عندي على السوشيال ميديا كله البلاتفورم عم بيقولوا سنة الجاي جايين. يا ريتنا كنا معكم على اللي شافوه يعني. ان شاء الله ان شاء الله يا رب، ان شاء الله مثل ما الله بيريد. سنتي جاي يمكن يبكروها شوي كرمال رمضان. نعم. ان شاء الله. وهلا نحن قدمين على رمضان، ان شاء الله بيكون شهر فضيل على كل العالم الاسلامي يا رب، وبيكون هيك شهر حملنا السلام لكل كل هالدول العربيه ان شاء الله يا رب. كل اعياد وكل مناسبه تكون خير وبركه. كمان ما فينا ننسى قديش ولعتوها، يعني شفناك مع ابو وديع، شفناك مع الكفوري، موجه له تحيه، مالك الرومانسيه. قديش حلو هيدا المحبه بينت بين الزملاء هنا. حلو هن، نحن ما فينا نعتبر زملاء، هول الاساتذه تبعنا. نعم. نحن بناخد منهم باور وبوش وبناخد يعني كتير تقدير لما بيسمحوا لنا نطلع على مسارحهم. ان كان ابو وديع وان كان استاذ وائل كفوري ومع حفظ الالقاب استاذ جورج وصوف، هيدا مش بس ما فينا نعده زميلنا، هيدا استاذنا، هو اللي نحن بنتعلم منهم، بنتعلم كيف بيغنوا، كيف يتعاطوا مع الناس، نتعلم منهم لانه هن مدرسه بحد ذاتهم. فهيدا فخر كتير كبير لنا انه هن يسمحوا لنا نطلع على مسرحهم بوقت بيكون عندهم وصلتهم. اكيد. بشكرهم من قلبي وبدعي لهم كل التوفيق. سوري قطشتك. ان كان للملك وائل كفوري وان كان لابو وديع، الله يطول بعمره، وبتشكرهم من كل قلبي حبيبي. هاي جمله قالها كارلوس، يا ريت، لانه اليوم نحن ما عم نعرف السوشيال ميديا خربت كل شيء. نعم. ما في احترام، وقع كل شيء، يعني بيطلع واحد بيبقى يمكن عامل شغله صغيره بيصير بيعتبر حاله مثل فنان صار يمكن 20 او 10 سنين بالفن. فتعلموا بتوجه لهم هالرساله انه الاكبر منا بيوم، بدنا نحترم طبعاً اليوم اللي قدم فيه. طبعا نحترم. في مثل لبناني بيقول اكبر منك بيوم افهم منك بسنه. صحيح. بالحياه العاديه. صحيح. فكيف اذا كان بالفن؟ ما فيك تقول انه هيدا زميلي، لا هيدا استاذي. أكيد. هذا نحن بنتعلم منه. صحيح. فأقل شيء الاحترام واجب. اكيد. هون بدنا نوجه تحيه اكيد لمحافظ الالقاب فادي ابو عاصي، توني ونا، مجد نصر، الي ستيفن، هالعائله الرائعه، عائله ابو عاصي اللي بجننوا الله يحميهم، وان شاء الله بنرجع على عند عائلتنا السنه الجايه. ان شاء الله بنشوفك، وان شاء الله اليوم بتكون حفله حلوه باورلاندو اول مره، بس شكلها اجواء حلوه. أجواء. وانت هيك طمنتنا شوي، لانه هي بوزيتيف فايبس لاورلاندو. صح صح، انت طمنتنا انه الاجواء حتكون حلوه. ان شاء الله يا رب نعمل حفله حلوه، لبكره نتوجه لاخر حفله بميامي قبل رجعتنا على لبنان. اسم الله عليه. اكيد انا لبنان ما اشتقنا. خبرنا عن التور اللي بشكل عام كيف كان. جنن، كتر خير الله، اكثر ما بنستاهل. حفلات كتير حلوه، نتائجها كتير حلوه،
وامريكا كثير حلوه، بس اشتقنا للبنان ومنحب لبنان وكيف ما كان منحبه. اكيد اكيد اكيد. ثانك يو لك عماد، على طول بنعزبك معنا. انت رفيق ما بقوله، رفيق الدرب، رفيق كل الفنانين. انت اللي بتعطينا هيك النصايح الحلوه وبتطمنا وبتريحنا. الله يعطيك الصحه، وان شاء الله رمضان كريم لك ولكل الناس. ثانك يو. في عمل غنائي قريب ان شاء الله؟ قريبا بعد العيد، مع عمل مع استاذ علي المولى، كلام والحان استاذ صلاح الكردي. ان شاء الله شيء حلو. ان شاء الله كارلوس يعني مثل ما الله بيريد. لا شيء حلو. واو واو. ثانك يو. يلا موفق. ميرسي كثير. ثانك يو. ويلكم تو اورلاندو. ثانك يو حبيبي. الله.